تدرب إيران ميليشيات تابعة لها من اليمن وسوريا ولبنان على إطلاق طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وذلك من خلال القاعدة الجوية الموجودة في مطار كاشان، وذلك بحسب تصريحات رسمية لوزير الدفاع الإسرائيلي. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإيران تحاول أيضاً نقل المعرفة التي تسمح بتصنيع طائرات مسيرة إلى قطاع غزة. القاعدة الجوية التي تستخدمها إيران في تدريب الإرهابيين موجودة في مطار كاشان، وهو أحد أقدم المطارات في إيران، والذي تأسس عام 1955. ويعد مطار كاشان مطاراً مدنياً تم تحويله ليكون عسكرياً، ويرتبط بقاعدة كريمل الجوية، وهو تابع بالكامل للقوى الجو الفضائية للحرس الثوري الإيراني. ويقع المطار على بعد 12 كيلومتراً في جنوب شرق مدينة كاشان، بالقرب من الطريق المؤدي إلى أصفهان ويزد. وفي عام 1995 قامت بلدية كاشان بتوسيع المطار لكي يلبي متطلبات القوى الجو الفضائية للحرس الثوري.